في صنع في الاهلي النهارده. معانا واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد جد الله، نجم النادي الاهلي السابق في السباحه. بدا مشوار السباحه في القلعه الحمراء، لعب وهو عنده 4 سنين حتى سن 21 سنه، حقق العديد من البطولات مع النادي الاهلي وحصل على العديد من الميداليات. كان كابتن فريق النادي الاهلي لسباحه المياه المفتوحه، شارك مع منتخب مصر في بطوله العالم 2011، واحد من النجوم الكبار في عالم السباحه في النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف نجمنا النهارده في صنع في الاهلي، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن وكلام فني مهم جدا. انا بدايتي في السباحه كانت من زمان، من وانا صغير خالص. اخويا كمان كان بيلعب سباحه، اخويا الكبير، فكنت دايما موجود على حمام السباحه من زمان، ولعبت غطس ولعبت كاراتيه، بس كانت اللعبه المفضله بالنسبه لي هي السباحه. يعني هي اللعبه اللي حبيتها وحبيت اكمل فيها. بدات فيها من وانا صغير، من وانا عندي اربع سنين يعني في المدارس. طبعا يعني عاصرت الكباتن كلها اللي موجوده والكباتن الكبيره اللي موجوده لحد دلوقتي، لسه عاصرتهم كلهم من زمان، لان انا عضو في النادي من زمان، من ايام جدي يعني، علاقتي بالنادي الاهلي من زمان يعني. لعبة جميلة وحبيتها، واللعبة اللي حبيتها أكمل فيها هي السباحة. النادي الأهلي بالنسبة لي عشق، أنا عشت حياتي كلها في النادي الأهلي يعني. اتربينا هنا وعشنا حياتنا كلها هنا، وعاصرت نجوم السباحة كلها. كابتن محرم الراغب، كابتن بودي مرجان، كابتن ماركو، يعني أجيال عدت علينا كلنا يعني، في أساطير في السباحة. حياتي كلها في النادي الأهلي يعني. أنا لعبت سباحة 21 سنة في النادي، لعبت بطولاتي كلها مع النادي من وأنا صغير. فمتربي هنا الصبح والليل طول النهار في النادي من زمان يعني. مواقف كتير طبعا، اهمها السفريات يعني. في 2008 كنا سافرنا مع منتخب مصر، كان معايا نجوم هنا في النادي الاهلي، كان معايا محمد الزناتي، كان معايا محمد جد الله اخويا الكبير، كان معايا ناس كتير في السفريه، كان معايا مدحت فرج الله يرحمه، كان في ناس كتير موجوده معانا ولينا ذكريات كتير حلوه مع بعض، سفريات كتير سافرناها مع بعض. يعني من اجمل السفريات اللي سافرناها كانت 2008 دي، كانت جميله، كانت بطوله افريقيه في قبرص، كانت اغلبها من النادي الاهلي، لان زمان كان المنتخب لما بيجي يختار لعيبه ما بيختارش بليمت يعني، كل الانديه الاهلي بس هو المكتسح يعني. 2011 بطوله العالم مع المنتخب كانت في البرتغال، كانت اول مره اشارك في بطوله عالم، فبالنسبه لي كانت اهم بطوله شاركت فيها طبعا يعني، واصعب واحده، لان هي تعتبر بطولة العالم أقوى حاجة موجودة في يعني بعد الأولمبيكس، هي أهم حاجة بطولة العالم. أنا نفسي طبعا نبقى عندنا رانك في الأولمبيات، إن احنا نوصل إن احنا ناخد ميداليات في الأولمبيات في السباحة، لأن دي لعبة من زمان يعني موجودة، بس احنا مش مؤهلين لحاجة زي كده لسه، ما عندناش سباحين. نفسي طبعا أول حد يجيب ميدالية في الأولمبيات يكون من النادي الأهلي يعني، لأن طول عمر النادي الأهلي هو رقم واحد في السباحة يعني، مالوش منافس. لا خالص، هي السباحة لعبة يعني سهلة جدا وبسيطة جدا، ويعني هي بتعالج حاجات كتير قوي، ومفيدة جدا للجسم ومفيدة للمناعة، فهي من الألعاب اللي لازم الطفل يلعبها أصلا يعني، وهي ملهاش أي شروط. هو من 4 سنين بيبتدي في مدارس السباحة دي، بتبان بعد 10 سنين يعني، من 10 ل 11 سنة. قبل ما هو كده يعني، أنا شايف إن هو لازم ولي الأمر يستنى على الطفل شوية، ما يستعجلش إن هو يعلق ميداليات، ما يستعجلش إن هو ياخد بطولات، لسه من قبل يعني لحد 10 ل 11 سنة ما تقدريش تقولي على الطفل ده، غير بعد ما هو جسمه يبتدي يتقسم ويبقى باين إن هو هيبقى سباح كويس. أحب أقول لجماهير النادي الأهلي، إحنا نادي كبير، نادي عريق، لازم نشجعه في كل البطولات، في كل الألعاب، مش كورة بس. عندنا ألعاب كتير فيها نجوم وفيها ناس عملت بطولات كتير، بطولات عالم وبطولات أفريقية، لازم الناس تهتم بالألعاب كلها مش كورة بس يعني.